يعني منطقة مقاطعة الإدارية لأفلو، منطقة معروفة بإنتاج الخضروات خاصة البطاطا، خاصة الثوم، خاصة البصل. اليوم فيه مزارعين كثر، يعني يقومون بزرع مساحات كبرى من أجل إنتاج البطاطا. ونحن نعلم أن نوعية البطاطا هنا خاصة في واد مرة وضواحيها هي نوعية جيدة جدا. تم تدعيم كل هذه الفلاحين بالآبار، بالكهرباء الفلاحية، تشجيعهم من أجل إنتاج هذا المادة، لأن هي كذلك مادة ضرورية ومادة أساسية.